dimension analysis determine if the following equation is dimensionally correct or incorrect. في النوع ده شباب المسائل بيكون عندي بيديني العلاقة الفيزيائية اللي ممكن تكون صحيحة او تكون خاطئة، وبيقول لي عن طريق الدايمنشن، عن طريق الاناليسيس بتاع الدايمنشن، عن طريق تحليل الابعاد، استنتج لنا او اثبت لنا او حدد لنا انهي العلاقة دي صحيحة وانهيهم خطأ. تمام. في النوع ده يا شباب من المسائل لو العلاقة تكون صحيحة بيكون ان الابعاد الطرف اليمين بيساوي ابعاد الطرف الشمال، اللي هو الدايمنشن بتاع الليفت هاند سايد بيساوي الدايمنشن بتاع الرايت هاند سايد. تمام كده. وفي العلاقة بتصبح صحيحة اذا كان الليفت هاند سايد لا يساوي الرايت هاند سايد في الابعاد، فبيكون علاقة ايه؟ علاقة خاطئة. تمام كده. فهنا مديني اربع معادلات، بيكون بيقول لي عايز يعرف فيهم اني واحد فيهم، اني معادلة فيهم بتكون صح واني معادلة فيهم بتكون غلط من حيث ايه؟ من حيث الدايمنشن. في المعادلة رقم واحد لو احنا كده ملاحظين هو بيتكلم عن الفي والفي نوت والاي والاس والتي، فبيعرف لي ان الفي ده هو الفلوستي ات اني تايم تي، والتي ده التايم، والفي نوت هي الانيشال فلوستي اللي هي بتتقاس ات تايم انيشال تايم اللي هو التايم بيساوي زيرو. تمام. والاي ده الاكسلريشن، والاس ده اللي هي الديسبليسمنت. فعايز يحسب الابعاد بتاع كل كمية قبل ما نبدأ نحل المسائل بتاعتنا ونشوف الدايمنشن هيتساوي هيحقق اذا كانت العلاقة صحيحة او اذا كانت العلاقة خاطئة. نشوف اول كده اول حاجة ان احنا عندنا الكميات اللي موجودة عندنا ايه. اول حاجة احنا عندنا الفلوستي، والفلوستي اللي هي الفي. طبعا احنا عارفين الفلوستي اللي هي معدل تغير المسافة بالنسبة للتايم، فابعاد الفلوستي اللي هي ابعاد المسافه بالال وابعاد التايم بالتي. احنا عندنا ابعاد الفلوستي ال تي باور ماينس 1. تمام. طيب بالنسبه برضو نفس الكلام لو احنا عايزين نحسب ابعاد الانيشال فلوستي اللي هي الفي نوت، لانها هي سرعه برضو. تمام. طيب بالنسبه للازاحه، الازاحه او الديسبليسمنت هي دي مسافه فهو طول برضو فابعادها ال. تمام. وابعاد التايم تي، زمن ابعاد التايم تي. تمام كده. طب الاكسلريشن، الاكسلريشن عباره عن معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن، وهنا حاسبين هنا معدل تغير السرعه اللي هي ال على تي، وهنا معدل تغير، وهنا التايم بي ابعاده ايه؟ ابعاده تي. يبقى ابعاد الاكسلريشن ال تي باور ماينس 2. كده احنا جبنا كل الكميات الفيزيائيه اللي عندنا الموجودة عندنا في الاربع مسائل او الاربع معادلات الموجودة عندنا، ومحتاجين بس ان احنا نشوف كده ايه اذا كانت المعادلة صحيحة او المعادلة خاطئة. هنمسك اول معادلة اللي رقم ايه ونشوف كده اذا كانت المعادلة ديت صحيحة ولا لا. بيقول لي في دبل في المعادلة رقم ايه بيقول لي ان الفي بتساوي الفي نوت زائد ايه في الاس. تمام. الفي ده اللي هي الفلوستي ات اني تايم تي، والفي نوت اللي هي انيشال فلوستي ات تايم ايكوال زيرو، والاي ده اللي هو الاكسلريشن، والاس ده اللي هو الديسبليسمنت اللي هي الازاحه. تمام كده. كل اللي احنا بنعمله والله العلاقه دي امتى تكون صحيحه؟ لو ابعاد الطرف اليمين الليفت هاند سايد الدايمنشن اوف ليفت هاند سايد ايكوال الدايمنشن اوف رايت هاند سايد، ابعاد الطرف الشمال بتساوي ابعاد الطرف اليمين. عظيم جدا. احنا هنعمل هنقول ان الليفت هاند سايد اللي هي مين؟ اللي هي السرعة. ابعاد السرعة شفناها اللي هي ال تي باور ماينس 1. تمام. ده الليفت هاند سايد. طب الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد هنا عندي متقسم ترمين، الانيشال فيلوسيتي مجموعة على ترم تاني اللي هو الاي في الاس. تمام كده. طيب عشان العلاقة دي تكون صحيحة لازم ابعاد ال اللي ابعاد الفلوست اللي هو ليفت هاند سايد بيساوي ابعاد الترم الاول في الرايت هاند سايد زائد ابعاد الترم الثاني في الليفت هاند سايد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان العلاقه دي تكون صحيحه لازم ابعاد الفلوستي تساوي ابعاد الانيشال فلوستي تساوي ابعاد ايه؟ الاي في الاس. لو الكلام ده اتحقق اذا العلاقه تكون ايه؟ علاقه تكون صحيحه. طيب تعال نمسك كده الطرف الشمال الرايت هاند سايد، اسف اللي هو الطرف اليمين ده، ابعاد الفيلوستي ال تي باور ماينس 1
زائد ابعاد الاكسلريشن. ابعاد الاكسلريشن ممكن نفتح قوس كده عشان ممكن يعني نعمل سمبليفيكيشن في الطرف اللي هو الترم الثاني في الطرف اليمين، ال تي باور ماينس 2 وابعاد الديسبلسمنت ال. طيب ينفع اعمل عملية تبسيط للمعادلة ديت؟ هنقول ايه هنا؟ الترم الاول ينزل زي ما هو، ال تي باور ماينس 1 بلس ال هنا في ال يبقى اديني ايه؟ ال سكوير وتي باور ماينس 2. لغاية هنا الكلام ده عظيم جدا. طيب تعالى بص كده، انا مش محتاج اي تبسيط، انا هنا قلت لو كان الابعاد بتاعتي متساوية اللي هي الابعاد الفلوستي بتساوي ابعاد الانيشال فلوستي بتساوي ابعاد الاي في الاس اللي هي الاكسلريشن في الديسبليسمنت، اذا علاقة صحيحة. طب تعالى بص كده، ابعاد الفلوستي اللي هي كانت ال تي باور ماينس 1. طيب الترم الثاني هنا، الترم اللي هو الرايت هاند سايد، الترم الاولاني اللي هو انيشال فلوستي ابعادها ال تي باور ماينس 1. طب الترم الثاني في الطرف اليمين بيساوي ال سكوير تي ماينس 2. ما ينفعش هنا اعمل عملية اي اختصار في العلاقة اللي عندي موجودة دلوقتي ديت. دي كده الوضع المسألة انتهى بالنسبة لي، ان الطرف المعادلة ما تحققتش معايا، ان الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال، لان انا عندي هنا ترم زيادة مختلف عن الترم الاول في المعادلة الطرف اليمين ده اللي هو ال تي باور ماينس 1. كده اقدر اقول له بكل بساطة، اقول له بما ان الليفت هاند سايد لا يساوي الرايت هاند سايد، إذن إيه؟ إذن the relation is dimensionally incorrect. إذن العلاقة غير صحيحة عن طريق استخدام الـ dimension. إذن the relation is dimensionally incorrect. علاقة غير صحيحة عن طريق استخدام الدايمنشن. طيب المعادلة التانية برقم بي بالنسبة لنا بيقول لي ان الفي سكوير بتساوي الفي نوت سكوير زائد 2 اي في الاس. تمام، نفس الكلام اقدر استنتج الطرف ابعاد الطرف اليمين لازم تساوي بعض الطرف الشمال، فلو لقيت الاتنين بيساووا بعض اذا العلاقه صحيحه، لقيت الاتنين لا يساووا بعض اذا العلاقه خاطئه. هنمسك الطرف الشمال اللي هو الليفت هاند سايد اللي هي مين؟ اللي هو عندي الفي سكوير. تمام كده، ابعاد الفي سكوير ابعاد الفي لوحديها اللي هي ال تي باور ماينس 1 تربيع. تمام، عشان عندي في سكوير يبقى ال تربيع، هوزع التربيع ده على القوس وتي باور ماينس 2. ده الطرف الشمال، مفيش اي كميات تانية موجودة في الطرف الشمال. طيب بالنسبة للطرف اليمين اللي هو الرايت هاند سايد، عندي ترمين، عندي الفي نوت تربيع زائد 2 اي في الاس. تمام كده، احنا عارفين يا شباب ان ده رقم نمبر، النمبرز ار دايمنشنلس، يعني كانك ما انتش شايفه عندي في الابعاد، فلما تيجي تعمل الدايمنشن الرقم ده ما بتاخدوش في الاعتبار خالص. تمام كده، فاصبح عندي المعادله عندي بتساوي في نوت تربيع زائد الاي في الاس كدايمنشن. تمام، فعشان العلاقه دي تكون صحيحه، عشان العلاقه نقول ان العلاقه اللي قصادنا دي تكون صحيحه، لازم ايه؟ لازم ابعاد الفي تربيع لازم تساوي ابعاد الفي نوت تربيع بتساوي ابعاد الاي في الاس. تمام، طيب احنا ابعاد الترم الاولاني اللي هو الفي نوت تربيع بيساوي كام؟ ال تي تربيع ماينس 2 زي الترم الايه اللي هو ليفت هاند سايد. طب ابعاد الاي في الاس، ابعاد الاكسلريشن اللي هي عباره عن ال تي باور ماينس 2 وابعاد الديسبلسمنت اللي هي ال، اصبحت عندنا العلاقه ال سكوير تي باور ماينس 2. تمام كده، بص كده على الابعاد اللي هو الليفت هاند سايد اللي هو الترم الاولاني خالص معانا كان بيساوي كام؟ اهو كان بيساوي ال تربيع تي باور ماينس 2. طيب ابعاد الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد عندي مقسوم لنصين،
اول ترم عندي اللي هو الفينو التربيع اللي هو كان عندي بيساوي كام؟ ال تربيع ماينس تي باور ماينس 2. طيب بلس اي اس، الاي اس ده اللي هو الاكسلريشن في الديسبيسمنت برضو بيساوي كام؟ بيساوي ال تربيع تي باور ماينس 2. طيب عظيم جدا، معنى كده ان العلاقه دي ايه؟ ان الفي تربيع بيساوي فينو التربيع بيساوي الاي في الاس، فالعلاقه ديت ايه؟ تحققت. اذا اقدر اقول بكل بساطه ان الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. اذا ايه؟ اذا ذا ريليشن از دايمنشالي كوركت. تمام يا شباب.